سلام البنات، وش راكم؟ ان شاء الله كامل لاباس. ان شاء الله عجبكم الفيديو اللي فات على غسالة تاع البروكلو، اللي وعدتكم فيه اني نعمل لكم طريقه تقديم واحده اخرى تاع البروكلو بنفس الخليط. واش راح ندير دركا؟ عندي خضر مشرشمين، في الحقيقه انا قاعده نوجد في بويون دي ليغوم ونحيت منه هذه الكميه باه نمعسها. لهنا عندي بطاطا سناريا، جريوات، وفلفل حلو، وانتم تحبوا تضيفوا الخضر اللي حابينها. انا هادو هما اللي عملت بيهم. نوجدوا كاس روز، نغليوه ونفوروه ونخليوه يبرد ابار. هذا هو الروز تاعنا. والروز تاعنا هذا واش نديروا له؟ نضيفوا له الخضر هذيك اللي معسناها، ونضيفوا له الخليط تاع البروكولي اللي حكيت لكم عليه. هذا هو الخليط البروكولي. دوك نحط لكم الوصفه اللي فاتت في صندوق الوصف، بهكايا ترجعوا لها كان ما شفتوهاش. كيف قلت لكم نضيفوه للروز ونخلطوا بيان المكونات الكل مع بعضاهم حتى نتحصلوا على خليط. هذاك الخليط راح نضيفوا له دوك نشوفوا مع بعضنا، نضيفوا له الفارينه بهكايا يتلمنا شويه ويشرب هذاك اللي يميد الخليط تاعنا باه يشرب شوية. هكا درك نضيفو له كيف قلت لكم 3 ملاعق تاع فارينة ونخلطو بيان. بيان سور كي نحطو الفارينة راح يشيح لنا شوية، مي مازال ما نقدروش نشكلو بيه لي كروكيت تاعنا. اي با نوجدو لا شابلور، خبز نورمال كيف نقولوا حنايا، حمروه في الفوغ ومن بعد رحيوه في الغبو. لهنا حطيت شويه ملح. هذه هي لا شابلوغ، حطيت كاس كامل تاع شابلوغ مرحيه رقيقه، نخلطها بيان هكايا باه نقدروا نشكلوا لي كروكيت تاعنا الشكل اللي حابينه. تحبوا كريات، تحبوا كيف نقولوا حنايا بالطول، هكايا حسب ما تريدوا نتوما. تقدروا حتى ديروهم في طابع في مول هكايا. ونبدأ ونشكلوه. سهلة جدا الطريقة، جست ما بين يديكم تشكلوا الشكل اللي تحبوا تخدموه نتوما. لهنا يا جبت صحن اللي راح نحط فيه الكروكات تاعي، وكي نكمل هكا مجموعة نبدأ نقليهم هكا كما تشوفوا. حتى الحجم اختياري، انا عملته متوسط مش كبير ومش صغير. لهنا انا درته سامبل، تقدروا نتوما تحشيوهم الداخل بالفخوماج. اي ابغي ما تشكلوا الشكل تاعكم تنرو بيه في لا شابلور اونكور اون فوا. العظام ما درتوش في العظام بيسكو هو ديجا فيه العظام، دونك ما كان له ندير العظام. كيف قلت لكم بهذه الطريقه نكملوا الكميه كامله. لهنا بعد ما بريس كملت لي كروكيت تاعي، مازالت لي كونتيتي صغيره بركه، نجيب المقله تاعي نحط فيها شويه زيت شويه زبده وندوبهم بيان. اي ابري كي يسخنوا نبدا نحط في لي كروكيت تاعي يتقلاو، ما نقويش عليهم النار ياسر باه ما يتحرقوش. نحطوهم على نار هاديه كيف نقولوا ونخليهم يطيبوا، ونحمروهم ونقلبوهم اشاك فوا من لي كوتي كل. لهنايا بعد ما طابوا لي كروكيت تاعي حطيتهم في صحن فيها بابي ابسوربون بهكا يبسوربي لنا هذيك الدهون. هو ما حطيتش ياسر يعني، مي برسك شرب اللي حطيته كل. سي بور سا دو بريفيرونس تحطوها سور بابي ابسوربون ونشوفوه في صحن التقديم. بون حبيباتي، هذا هو لو بلا تاعنا اليوم، لي كروكيت دو بروكولي بنان بنان ياسر، ما تصوروش قد ما بنان. ان شاء الله يا ربي تجربوهم وتردوا لي الخبر وتعطوني رايكم في لي كومونتير. جاوا روعه، اون ديغي البوراك. انا كي ناكل فيهم اون ديغي ناكل في البوراك. لهنايا قدمتهم مع درت سوب دو ليغوم،
مايونيز، وديك مايونيز خلطها مع الهريسه، كعبات زيتون كيف تحبوا. التقديم حسب المتوفر وحسب الرغبه. ان شاء الله يا ربي الوصفه تكون نالت اعجابكم. كان عجبتكم الوصفه خليوا لي لايك وكومونتير. اللي مازالت مش ها ابوني في لاشين تتفضل بالاشتراك وتفعل الجرس بيوصلها جديد، ونلتقاو في فيديو اخر ان شاء الله. باي باي. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't.